عبالكم انتوا العرك اللي يصير بين المرشحين وهذا بس بالعراق وبلدان العربية؟ لا اخوي، مرشح لمنصب عمدة مدينة ساو باولو البرازيلية يرمي منافسه بالكرسي اثناء مناظرة تلفزيونية، يعني شال الكرسي وطقه بي هيج هيج، يعني صارت بالكراسي. خلينا نشوف الفيديو. Você atravessou o debate esses dias para me dar um papo e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem da pena. Nossos comerciais, por favor. بالمناسبة بريو دي جانيرو بالبرازيل وبكل مدن البرازيل تليفونك ما تقدر تطلعه حتى تخابر، لأن راح ينخمط. هاي وحدة من المساوئ اللي موجودة بهاي الدول، بس ما حد يذكرها. يعني البرازيل عبالكم هي الشغلة الوحيدة اللي سويها البرازيل، طلعنا لاعبين طوبول، غيرها تشيل تليفونك تخابر ينباق يروح. يعني اللي صار بكأس العالم اللي صار عندهم والأولمبيات اللي صارت عندهم شيء خيالي. السرقة في كل مكان بالبرازيل، هاي المواطنين، فما بالك بالسياسي. يعني هو السياسي شنو؟ السياسي كان حرامي، كان يبوك تليفونات صار سياسي، فالحد يستغرب من هذا الموضوع. ترى كل دول العالم بيهيج، بس احنا بالعراق من نشوف شيء اوه شنو هاي ما نرضى.